اسمي إسراء، أنا من سوريا من حمص. جينا على تركيا، بلشت من 3 سنين بالمدرسة. هلا عم بروح على صف السابع. أول ما جينا كنت أشتغل مع أمي وهيك، بعدين سجلت بالمدرسة، رحت على المدرسة، صرت يعني أحب الدروس التركية، كنت كثير أحب اللغة. هون يوم أخذنا أول معاش باشرت إسراء عندي بالمدرسة، وكثير انبسطت. يعني شعور إنه أم يعني قدرت ترجع ابنها على المدرسة. الجلسات اللي أخذناها بالكنسروة كثير استفدنا منها، يعني ومناقشتهم الآنسات اللي ناقشوهم فيهم يعني كثير حلوة. يعني شغلات أحياناً الأم بتكون ما بتعرف شغلات، إنه بتكون غايبة عنا، إنه بتحس جد أنا لازم أعمل هالشي لأولادي بالبيت، نفسيتهم بتتغير يعني غير يعني بصيروا. عندي مشكلة 4 أطفال عندهم نقص سمع، يعني حاد، عندهم ما يسمعوا خالص. والحمد لله قاعد نحاول نساعدهم قدر المستطاع يقولوا يسمعون. مؤسستين أهلي مثلا أحكي مع أهلي بسوريا يقولوا مثلا نطقة كذا، أهلي بسوريا يفهموا، مو أنا هنا قدام تنطق مثلا، يعني أدفع حياتي كلياتها مشان يسمعوا. عارفين؟ يعني اتمنى لو اخر يوم بحياتي انه اعرف انه ما يسمع ويحكي، يصير مثل اطفال يعني يروح على المدرسه يتعلم. هاي كل امنيتي هالشيء هذا، يعني اللحظه يعني ما تنوصف صراحه. هذا مثلا اول ما يسمع شيء بسيط بابا، انا كذلك الامر الله، الشعور لا يوصف صراحه. يعني طفل قدامك صار مثلا 5 سنين او 7 سنين حياته ما قال لك بابا او ماما أو مثلاً أي هالأشياء، وقت ينطقها يعني شلون جسمك يخشع لهالشيء هذا، والحمد لله. أنا صرت أروح أدرس قصص، يعني كل شيء تغير. لو كنت أشتغل هلا صرت أدرس. بلشت أخذ الراتب من عمري 10 سنين، وبعدين رحت على المدرسة ووصلت 3 سنين عم باخذه. لو كنت أفيق على المد، يعني كنت وقت أفيق على عمل، يعني كنت ما كل هالشيء مبسوطة، ما كنت مبسوطة أبدا. وبعدين وقت صرت أروح على المدرسة صرت إنه أتعلم، وحسيت إنه أنا صار عندي حقوق لحقوق الطفل. أصير كل هالشيء، حتى أطلع وأصير أحلى دكتورة بالعالم كله.